دلوقتي بقى هنروح معاكم لآخر الأخبار المحلية والأخبار العالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع أزمة في المنتخب بسبب النني وحامد قبل مواجهة سوازيلاند. سوبر كورة جهاز المنتخب يتابع تطورات إصابة صلاح محسن. اليوم السابع ملعب التدريب يؤجل سفر الفراعنة 48 ساعة لسوازيلاند. كورة تحديد أسعار تذاكر مباراة مصر وسوازيلاند. الوطن سبورت غدا قرعة دور الـ 32 لكأس مصر. في الجول قائمة تونس لمواجهتي نايجر غياب ساسي وتواجد النجاز وظهور اسم معلول برغم الإصابة. الشروق كلوب يواصل دعم محمد صلاح يحتاج للاسترخاء فقط. الفجر الرياضي نجم ليفربول يطالب محمد صلاح بتقليد ميسي ورونالدو. بوابة الأخبار أحمد يحسم الجدل حول سحب تنظيم أمم أفريقيا 2019 من الكاميرون. سكاي نيوز خزائن برشلونة تتخطى المعقول وتهزم ريال مدريد. انتر ميلان لم يفقد الأمل في ضم مودريتش. سبورت 360 كروس يؤكد وجود مشكلة في منظومة ريال مدريد الهجومية. نروح معاكم دلوقتي لتفاصيل اهم الاخبار اللي استعرضنا منشطتها ونبتدي مع اليوم السابع اللي قال ان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقياده المكسيكي اجيري بيواجه ازمه قبل مباراه سوازيلاند المقرر ليها يوم 12 اكتوبر الجاري ضمن طبعا الجوله الثالثه والرابعه في التصفيات الافريقيه المؤهله لنهائيات امم افريقيا 2019. وبتتمثل الازمه في الثنائي محمد النني وطارق حامد بسبب امتلاك كل لاعب لبطاقه صفراء قبل مواجهه الجوله الثالثه، وطبعا أجيري خايف ان هم يغيبوا عن مباراة الجولة الرابعة او مباراة تونس في الجولة الخامسة. هاني رمزي مدرب المنتخب قال ان في تعليمات خاصة للثنائي النني وحامد لتجنب الحصول على الانذار الثاني قصاد سوازيلاند. كورة قالت ان اتحاد الكورة اعلن ان هو هيطرح تذاكر مباراة مصر اللي جاية قصاد سوازيلاند بعد بكرة يوم الجمعة ان شاء الله في منفذين بيع قصاد نادي الصيد وكمان قصاد استاد القاهرة، وحدد الاتحاد اسعار التذاكر. هيتم بيع التذاكر الموحدة مقابل 40 جنيه وهتباع كمان تذكرة الدرجة الاولى ب 100 جنيه. الوطن سبورت قالت ان لجنه المسابقات هتعمل بكره ان شاء الله قرعه دور ال 32 لبطوله كاس مصر، وده هيكون الساعه 1 ظهر في مقر الاتحاد في الجزيره بحضور مندوبي الانديه المتاهله، وبيشارك في دور ال 32 انديه الدوري الممتاز ال 18 بالاضافه ل 14 نادي متاهل من الدور التمهيدي. في الجول بتقول ان فوزي البنزرتي المدير الفني لمنتخب تونس كشف عن قائمه الفريق اللي هتواجه النايجر يوم 13 و16 اكتوبر في الجولتين الثالثه والرابعه من تصفيات كاس امم افريقيا 2019، وشهدت القائمه غياب فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك وكمان هيكون متواجد فيها اسم زميله حمدي نجاز، وكمان شهدت القائمه تواجد اسم علي معلول مدافع النادي الاهلي برغم اصابته في مباراه امبارح في لقاء وفاق سته الجزائري. نروح للشروق اللي قالت ان الالماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الانجليزي قال ان محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وهداف الفريق في الموسم اللي فات بيمر بفتره طبيعيه من تراجع المستوى، وان هو لازم يكون واثق في امكانياته عشان يقدر يخرج من الفتره السلبيه اللي هو بيمر بيها حاليا. المدرب الالماني قال في تصريحاته ان هو مش هيقول عن الحوار اللي دار ما بينه وما بين محمد صلاح، ولكن هو اكد على ضروره وجود اللاعب في حاله ذهنيه طبيعيه. كلوب كمان شدد على ان محمد صلاح لاعب عنده امكانيات كبيره جدا، ولكن هو سجل في الموسم اللي فات 44 هدف، وده لو ما تكررش تاني هيحس ان في حاجه غريبه. ملك السرعه والمراوغه، صلاح صنع الاهداف، فجر العرب باقدام ذهب. يا بخت مصر بيك يا محمد. صارت هذه الاهداف من اختصاص محمد صلاح. تشعر بالفخر، تشعر بالاعتزاز يا عربي كمصري لمحمد صلاح. سجل صلاح.